فالهدف الاول للنادي الاهلي تمريره جميله من حسام غالي، سند رضا وبص رضا وحط رضا حلوه يا رضا. 1-0 في الدقيقه 4 من بدايه اللقاء. وادي رضا المتالق في اول ظهور له مع النادي الاهلي. شمال وستة احمر جوه منطقه جزاء الزمالك وعاليه وحلوه وهوبا ومنصف والهدف الثاني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. والهدف الثاني لابراهيم سعيد في الدقيقه 18. عملت حلوه قوي قوي قوي، لكن في تباطؤ من دفاع نادي الزمالك اهي، ويمسكها وسبعة منصف يلعبها وائل جمعه ويلمسها ابراهيم سعيد. يا سلام عليك يا ابراهيم يا سعيد يا لعيب، حلوه حلوه حلوه. وبيبو بيدور لبلال مره ثانيه ومضغوط على بلال اوبا والهدف الثالث والهدف الثالث. الله 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 الله. والهدف الثالث للنادي الاهلي في امسيه غير متوقعه. ادي بيبو وادي بلال ويحل عليه الرصيكه ويسيبه ويخش على طول بيبو يحطها زي ما بيكون بيحط ضربه جزاء بالظبط، لان ما فيش اي مشاركه من رضا سيكا او بشير التبعي او محمد ابو علي او اي حد. ثلاثة واقفين يتفرجوا عليه. طالع له بلال وطالع له بيبو يحطها لبيبو واحد لواحد. بيبو وبشير بيبو وبشير بيبو وبشير بيبو وبشير بيبو وبشير بيبو وجول بيبو وبشير بيبو وجول بيبو وبشير بيبو وجول. ادي خالد بيبو وادي بشير التابعي، عمل روح يمين وكسر شمال وحطها جوه ما يقدرش يعمل له حاجه، وما تحت رجل عبد المنصف برضه ما يقدرش يعمل حاجه. ادي الزاويه العكسيه وادي ترقيصه بشير وادي دخوله وادي ما بين على طول دراع ورجل عبد المنصف. صعبه صعبه صعبه. وبرافو برافو برافو يا بيبو. وماشي خالد بيبو وماشي خالد بيبو وماشي خالد ارضيه وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو والهدف الخامس. يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك. بص خالد اخذ بشير وسيكا وفاروق وفاروق وسقاها فاروق وبيبو واخذ بشير وحطها وهو واقف وعبد المنصف. وهدف خامس. مش ممكن. ايه اليوم الغريب ده؟ ده يوم مش معقول، ده يوم من ايام الكوره اللي ما بتتكررش ابدا. خدها سيد عبد الحفيظ وهجمه مرتده وثلاثه احمر على اثنين ابيض، ثلاثه احمر على اثنين ابيض. بيجري بيبو ويحطها له وهو جول 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 وهو جول. اقول لك ايه واعد لك ايه يا خالد يا بيبو، ما عنديش حاجه يا ابني اقولها لك، خلصت كل الكلام. تلقى تمريره بديعه جدا. وعبد المنصف هيعمل ايه الراجل؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه عبد المنصف؟ الله يكون في عونه. زقها في المساحه الفاضيه وبحساسيه الاقدام الهدافه يحطها حلوه قوي قوي قوي. خالد بيبو وادي عبد المنصف. الراجل هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ وبيبو وستة واحد وستة واحد. ما لحقناش حتى نرحب بحضراتكم. كابتن مدحت خدها مننا وما لحقناش نرحب بحضراتكم. وبسم الله الرحمن الرحيم، الهدف الاول للنادي الاهلي رضا شحاته من تمريره حسام غالي. اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. النهارده افراح الاهلاويه ما زالت مستمره، ما زالت مستمره لامور كثيره جدا. اولها كل الاهلاويه فرحانين بناديهم في كل الالعاب، كل الفرق سواء سيدات او رجال، في كرة السلة، في تنس الطاولة، في اليد، في الاسكواش، كل الألعاب بسم الله ما شاء الله بتحقق نجاحات عظيمة في موسم تاريخي. النهارده كمان زي ما حضراتكم شفتوا نزل على الموقع الرسمي للنادي الأهلي إنه هناك بعض القرارات اللي تم اتخاذها في مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا مؤتمر شركة الأهلي لكرة القدم اللي أعلنت عن إطلاق أول منتج للتفاعل الرقمي بالتعاون مع شركة جرينتا. مش بس كده، النهاردة زي ما قلت لحضراتكم كان هناك مجموعة قرارات وأخبار تخص النادي الأهلي بكل قطاعاته، سواء الجوانب الفنية أو الناشئين أو التجمع الخامس يعني. بس النهاردة الحقيقة برضو بالنسبة لنا زي ما بدأنا بيه بقى، هو يوم تاريخي. حد ينسى يوم 16 مايو؟ 16 مايو لما اقول لكل اهلاوي 16 مايو هيقول لي 6-1. ذكرى جميله، ليله اهلاويه خالصه. انا هنا بتكلم على فرحه الاهلاويه وسعاده الاهلاويه، ماليش علاقه باللي بيحصل في الجانب الاخر. انا ما بتريقش على حد، انا هنا بطلع مع حضراتكم او بطلع مع حضراتكم على الهواء مباشره عشان اتبسط بشغلنا، اتبسط
بذكرى عملها مجموعة من اللاعبين، ذكرى تاريخية مجموعة من اللاعبين عملوها، ان انت بتلاعب نادي الزمالك نادي كبير وتكسبه 6-1 ايضا رقم كبير جدا بالنسبة لنا بنحتفل بيه. ف 6-1 بدأنا بيها حلقتنا، ومهم جدا جدا ان احنا دايما نحافظ على تاريخنا، نحافظ على ذكرياتنا الجميلة، او نحافظ على الذكريات اللي الجمهور بيحبها، واحنا من الجمهور وبنحب هذه الذكرى، بنعشق هذه الذكرى.